اعتياد المشروبات المنشطة كالشاي والقهوة قد يحدث أثرا ملحوظا على يوم الصائم خلال الأسابيع الأولى من الشهر الفضيل، الإحساس بالخمول، الصداع النصفي وغيرها من الأعراض الجانبية. صراحة زعما كاين شويه ديال الفرق، يعني فاش ما كنشربش قهوه مثلا، دابا هاد النهار رمضان راني ما شربتش القهوه، كاين شويه يعني كنحس براسي بحالي مازال ناعس، بحالي ما كايناش داك الانرجي، ما كايناش داك الموتيفاسيون. هادشي اللي كاين، هذا هو التاثير ديال القهوه. انا بالنسبه لي الصداع النصفي الناتج عن عدم استهلاك هذه المشروبات من اكثر الاعراض انتشارا بين الصائمين والاكثرها حده، والسبب واحد المجموعه ديال الاشياء اللي مرتبطه بشكل خاص بالاستهلاك ديال القهوه وديال الاتاي. فاول سبب هو الجفاف، بما ان الكافيين عندها ان افي ديوريتيك، اي انها كتكبر الافراز ديال البول، شيء اللي كيخلي الجسم تيتعرض للجفاف بطريقه اللي هي كبيره. وبطبيعه الحال الجفاف تيعطي داك الصداع ديال الراس والاحساس بالعياء ولا الاحساس بالاستخفائط. ان كذلك لو سوفراج اولا الانقطاع على الاستهلاك ديال الكميه ديال القهوه في نفس الوقت اللي الجسم متعود على انه يستهلكها، دونك هادشي كامل تيعطينا داك اللي ماليز اللي تيكون عندنا في الفتره الاولى ديال الايام الاولى ديال الشهر ديال رمضان. ومحاوله لتقليل هذه الاثار التي قد تؤثر سلبا على يوم الصائم، لا بد من التقليل من كميات تناول هذه المنبهات وتعويضها ببعض مغذيات الاعشاب الطبيعيه التي تساعد على الارتخاء والتخلص من ادمان هذا النوع من المشروبات.